ليلة بلون الدم ورائحة الغاز المسيل للدموع وصوت الرصاص أمضاها مئات المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، ليلة خلفت قتيلا كان ممن صوتوا لصالح الدكتور مرسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعشرات الجرحى والمصابين، ومواطنا تم سحله وتعريته على يد قوات الأمن فيما نقلته كاميرات التلفزيون، وإن كان برأهم فيما بعد أمام تحقيقات النيابة متهما المتظاهرين بتعذيبه. هي ليلة ستكون ذات شأن دون شك في مسيرة المواجهة بين مؤيد الرئيس ومعارضيه، فمن يتحمل إذن مسؤولية ما حدث ومن يحاكم بتهمة القتل والسحل هذه المرة؟ موقعة الاتحادية الثانية من يدفع فاتورة العنف هو موضوع حوار القاهرة الليلة، والذي نستضيف فيه النائب السابق السيد ممدوح إسماعيل والمحامي والناشط الحقوقي السيد محمد عبد العزيز. أستاذ محمد، كنت من شهود العيان على ما حدث بالأمس أمام قصر الاتحادية، سواء كان ذلك قبل أن تبدأ الاشتباكات أو بعدها وحتى ساعات الأولى من الصباح. اروي لنا من فضلك يعني ما دار، وبرأيك ما الذي حدث مع حمادة صابر حتى أقر أمام النيابة أن قوات الأمن لم تعتدي عليه؟ امبارح تحديدا بعد الاشتباك اللي حصل بين المتظاهرين وبين الأمن والحرس الجمهوري أمام قصر الاتحادية، كالعادة كعادة مواجهة الأمن المتظاهرين بكل قوة وعنف، تم إطلاق بعض الأعيرة النارية سواء إطلاق النار الحي أو الخرطوش أو إطلاق رش المياه في الأول، لكن في بداية الأحداث لم يكن هناك المعايير المتعارف عليها في فض المظاهرات، ودي حاجة مش جديدة على قوات الأمن في مصر لما بتواجه متظاهرين سلميين. حتى لو حصلت بعض أعمال يعني دعنا نتحفظ على سلميين دي في البداية ثم نكمل، حتى لو حصلت بعض الأحداث في أي مظاهرات لابد أن يكون الفعل مساوي لرد الفعل أو مش أكتر منه قسوة وعنف ووحشية. اللي حصل امبارح أن في إطلاق نار حية على بعض المتظاهرين وسقط من قبل من برأيك؟ من قبل الأمن. سقط شهيد نتيجة هذا الإطلاق، ولما توجهنا بعد كده عشان نشوف مصابين في مستشفى هليوبلس اللي في دائرة الأحداث، وجدنا أنه عدد كبير جدا من المصابين توجهوا إلى استقبال المستشفى، مصابين بالخرطوش في مختلف أنحاء جسدهم، وأيضا مصابين في الخرطوش في إصابات في العيون، ووجدنا شهيد في مشرحة مستشفى هليوبلس اللي هو محمد حسين الأورني، أول شهيد في أحداث الأمس. للأسف الشديد لم يتوقف الأمر فقط على إطلاق النار على المتظاهرين أو فقط إطلاق الأعيرة الخاصة بالخرطوش تحديدا، يعني إصابات الخرطوش كانت كثيرة. الخرطوش أيضا رأيك أن إطلاقه قوات الأمن؟ أطلقته قوات الأمن بعد الأحداث مباشرة. فظلت الاشتباكات مستمرة، بعدها بحوالي ساعة ونص ساعتين فوجئنا إحنا حتى وإحنا في المستشفى بأن التلفزيون بيذيع مشهد لأحد المواطنين يتم سحله والاعتداء عليه بشكل وحشي وتعريته اللي هو حمادة صابر. بعد ذلك احنا كمحامين حقوقيين موجودين بنتابع طول الوقت المتظاهرين كجبهة الدفاع عن المتظاهرين السلميين في كل الأحداث. توجهنا بعد ذلك إلى اسم مصر الجديدة للاستعلام عن عدد المعتقلين والمقبوض عليهم، وبالفعل وجدنا أن في أكثر من 150 حسب رواية الاسم لينا معتقلين في الأحداث. بعد كده علمنا من كانوا محتجزين داخل القسم؟ لا، ما كانوش محتجزين داخل القسم. هو في كل الأحداث عادة بيتم احتجاز كل المتظاهرين في أماكن بعيدة عن دوائر الأقسام، على أساس أن ما فيش تأمين للأقسام، وبالتالي فبيتم احتجازهم في أماكن غير قانونية وغير متعارف عليها في حجز أي متهم، وهي معسكرات الأمن المركزي في الجبل الأحمر. توجهنا بعد ذلك إلى منطقة قصر الاتحادية ذات نفسها بناء على استغاثة من شقيق حمادة صابر. استغاث شقيق حمادة صابر بينا كمحامين وقال له الحقوني، أنا أخويا اللي كان موجود في المشهد اللي اتذاع في كل القنوات الفضائية واتسحل وتعرى أمام الناس كلها، وأنا عرفت معلومات إن هو موجود داخل قصر الاتحادية، وأنا محتاج مساعدتكم إن أنتوا تيجوا وتقفوا معايا على أساس يبقى في تفاوض مع قوات الأمن في استلامه. بالفعل توجهنا إلى قصر الاتحادية فعلا وتخطينا الحواجز على أساس أن احنا محامين حقوقيين جايين نستعلم عن مواطن تم تعذيبه واحتجازه وما إلى ذلك. وبالفعل قابلنا اللواء أحمد الهندي، ده أحد القيادات الأمنية اللي كانت موجودة في غرفة أمن قصر الاتحادية، وتحدثنا معاه في أن في مواطن هو لواء شرطة ولواءات آخرين كانوا موجودين يعني أمامهم يعني
وتحدثنا معاه في ان في مواطن تم احتجازه وتعذيبه امام مشهد في التلفزيون، واحنا عايزين الراجل ده هو دلوقتي، واذا كان في اصابات نلحق نسعفه. انكر وجوده، ثم اصر بعض الاشخاص ومنهم شقيق حماده الصابر ان هو ما زال هو موجود، خاصه ان هو عمل اتصال مع زوجته، لان زوجته كانت محتجزه كمان مع حماده الصابر. وزوجته لما ردت على زوجة حماده الصابر، زوجة حماده الصابر ردت في التليفون قالت احنا ما زلنا داخل قصر الاتحاديه، وده اللي خلى في يقين عند شقيق حماده الصابر ان هو موجود داخل القصر، لان زوجته اللي بترد عليه في التليفون على الموبايل، فقالت له احنا ما زلنا داخل القصر. جلسة مباحثات، طيب هنشوف هنستعلم هنتصل ما إلى ذلك. الوقت بيعدي، فوجئنا بعد كده ده هو مش موجود. عملت أنا مداخلة في الأون تي في، وشقيق حمادة صابر عمل مداخلة في الأون تي في، بستغيث بوزارة الداخلية بالإعلان عن مكان احتجاز أخوه اللي تم تعريته وتعذيبه. بعد كده حصل مداخلة أخرى من وزارة الداخلية تحدثت فيها زوجة حمادة صابر وقالت إن إحنا موجودين في مستشفى الشرطة اللي هي الجهة المفترض عذبته وضربته، وان قيادات وزاره الداخليه مشكورين ساعدونا في ان هو موجود في مستشفى الشرطه واسعفوه وما الى ذلك. شكنا في الامر بعد كده للاطمئنان على هذا الشخص، وان هو في النهايه ضحيه ما زال محتجز، يعني حتى لو في مستشفى كان يتوجه اليها، في مستشفيين بيروح للمصابين، يا اما مستشفى هليوبلس يا اما مستشفى ميت عقبه، كونه يعني يروح مستشفى الشرطه نوع من الاعتذار ربما، يعني على اي الاحوال. فكان في اخفاء بعض المعلومات. احنا كناس هل التقيت حماده صابر بالامس؟ لما نلتقي حماده صابر شقيقه توجه الى مستشفى الشرطه بعد ما سمع المكالمه عشان يزوره، مستشفى الشرطه منعت عنه الزياره وقفلت. هل كان هناك محتجزين اخرين داخل قصر الاتحاديه؟ فوجئنا بعد ذلك اثناء الحصول على حماده صابر ان في محتجزين تم تعذيبهم سواء في الاحداث، وتم احتجازهم في داخل قصر الاتحاديه، في مكان محيط قصر الاتحاديه. يعني احنا مش عارفين المكان اللي تم احتجازهم فيه فين تحديدا، لكن عرفنا ان في عربيات اسعاف احنا في انتظارها، لان احد المصابين من المتظاهرين مصاب في عينه وكاد يفقد عينه. يعني طيب، ده من احد الناس. امام كل هذه المعلومات الاستاذ محمد، لكن حماده صابر امام النيابه قال انه لا يتهم قوات الشرطه بتعذيبه، برايك يعني كيف تتعامل مع هذا النص المرصود في تحقيقات النيابة؟ على مدار أكتر من 15 سنة أنا بشتغل في قضايا التعذيب، من ساعة ما اتخرجت من كلية الحقوق تحديدا يعني، وقبلها كناشط يعني. دائما وأبدا قضايا التعذيب العادية اللي حتى مش معروفة إعلاميا بتتم ضغوط من الجهة اللي هي السلطة المحتجزه واللي بتعذب وزاره الداخليه، سواء الضغوط على الضحيه، سواء الضغوط على الشهود، سواء الضغوط على الطب الشرعي، سواء الضغوط على كل الدول. وبالتالي قضيه عالميه، فضيحة عالمية على مرأة ومسمع العالم كله، كان لابد وزارة الداخلية لإعلان براءتها إنها تعمل ضغوط على هذا الضحية. هو ضحية وما زال محتجز لدى وزارة الداخلية، يعني حتى دوائر الاتصال اللي هي شقيقه حتى لما راح المستشفى منعوه. هل أي من المحامين حضر معه التحقيقات؟ لم يحضر أحد من المحامين التحقيقات، وكان المفترض الطبيعي يعني نوع من الشفافية، وإن الشهادة بتاعته أو شهادة مراته وزوجته لما تحدثت في التليفون تبقى شهادة طبيعية تقولها في حضور محامين آخرين. لكن فكرة الاستنتاج والشك والريبة إن في تلقين، ترى أنه قد خضع بالفعل لضغوط من قبل جهة التحقيق وأنه اضطر إلى فعل ذلك بالإضافة إلى شهادتك. ننتقل إلى الأستاذ ممدوح، يعني تقييمك لما حدث بالأمس، وأيضا كيف تحمل يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الأمر؟ يعني يهمني جدا الحقيقية في تحقيق ما حدث والرصد الأحداث. لابد أضع نقاط مهمة جدا، إن يوم 31/1 تم اجتماع القوى السياسية كلها مع شيخ الأزهر، وضع وثيقة واتفقوا على نبذ العنف وإدانته وعدم التحريض عليه أو الترويج له أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا وبنود لا حصر لها. عقب توقيع الوثيقة خرج حمدين صباح وقال إن ذلك لن يمنع إن إحنا نقوم بالثورة الثالثة غدا إن شاء الله. وعقب توقيع الوثيقة أيضا بعد ساعات خرج البرادعي وقال العنف مستمر حتى تستجيب مرسي وأعوانه لي لمطالب جبهة الإنقاذ وطلب المعارضة. الشاهد إن في غطاء سياسي بيقدم للثورة أو بيقدم للمتظاهرين. الغطاء ده بيستغله سواء عن طريق بعض المتعاونين مع هذه الأحزاب أو القوى في إحداث حالة عنف مقصودة وممنهجة. يعني أنا حضرتك بتعامل مع العنف وملفات العنف بقالي 30 سنة. اللي بيحصل ده ممنهج ومخطط ومش عشوائي ولا عيال كارجة كده ولا بلطجية، لا لا، دي أفراد تابعين لأحزاب وتابعين لهذه القوى السياسية، كل واحد له دور بيأديه حسب المخطط، وهم بيشتغلوا بطريقة الضغط المتواصل على هذا النظام حتى لا يستقر صراع الأيديولوجيات بين القوى السياسية والإخوان، لا يستقر لهم حكم.
الشاهد انا برضه عشان اقول للناس وللتاريخ، انا عندي مندوبين، انا رئيس لجنه حقوق الانسان من رقابه المحامين، في ناس موجودين قدام الاتحاديه صوروا كل المشاهد، تصويرات فيديو عندنا بتاع ما يقرب من 10 12 ساعه تصوير متواصل في ادق اللحظات، منها تصوير لعمليه محاوله الاقتحام وتسلق الاسوار وكلام ضباط الحرس الجمهوري معاهم باللين، ونزلوا ورجعوا وطلعوا فوق الاسوار، وبعد كده تصوير تاني لإلقاء المولوتوف، وتصوير ثالث في الفيلم كله بيستمر لخراطيم الميه وهي بتمشي المتظاهرين، ثم بعد تمشيه المتظاهرين بخراطيم الميه ابتدت القوات تتعامل بالغاز بعد ما تم إلقاء قنابل المولوتوف على القصر، وابتدى المشهد والناس، انا بقول لك ده التصوير اللي كان قريب جدا من موقع الاقتحام، يعني رؤى العين، وهيتقدم للجنه لو في اي لجنه هيتقدم التصوير الافراد اللي هم رموا المولوتوف واللي طلعوا فوق الاسوار واللي شتموا وعملوا، كان فيه تفات وكلام بذيء جدا، كل ده مسجل في تصوير فيديو هيقدم لاي لجنه تقص حق سواء لجنه. من الذي قام بذلك؟ ناشطين اسلاميين قد لا لا لا، هو واحد ناشط موجود معانا بيتعامل مع اللجنه، صور لنا كل الاحداث، تقصد حقوق الانسان من قبط المحامين، صور لنا كل الاحداث، القوات اتعاملت الاول بالميه ثم ردتهم ورجعتهم، ابتدت التعامل بالقنابل المسيله للدموع في المشهد بقى اللي ابتدى الناس تشوفه كلها، في التسجيل صحيح لطلقات خرطوش لا يعلم مصدرها، في طلقات ناريه لا يعلم مصدرها، الكاميرا حبت تبحث في قوات الامن على طلقات النار، اسلحه قوات الامن مش اسلحه طلقات، لا اسلحه الطلقات المسيله للدموع كلها، في طلقات نار اطلقت في موقع الحدث، في طلقات خرطوش اطلقت لكن لا يعرف اين مصدرها. دي حقيقه تم الكاميرا بحثت في اثناء اطلاق الطلقات ديت وكل المصابين عن مصدر الاطلاق فين في دي، ما فيش دي مساله، مساله الحاله الفرديه اللي ظهر فيها الامن بيتعامل بقوه دي مفرطه مع احد المقبوض عليهم، طبعا هي حاله مرفوضه وحاله لا يمكن قبولها باي طريقه من الطرق وتتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الانسان. ترى حاله فرديه ام تعبير عن نهج عام داخل وزاره الداخليه؟ لا خلينا نضع كل شيء في سياقه، لو ان الحاله تعددت امام اعيننا او راينا منها وقائع نقول حاله متعدده، لكن دي حاله فرديه شافها الناس كلها، مش عايزين نجر السياق، لا انا بقول ودي شهاده، انا يعني ضد الامن عمري كله ضد الامن، لكن اللي حصل مع الامن في تعامله لحد قصر الاتحاديه انا بعتبره ان هو ضبط نفسه، تعامل فريق جدا، لان انا واحد من الناس وقفت مع الناس يوم 11 فبراير قدام قصر مبارك وكان معاه مجموعه من الناس، وكان الحرس الجمهوري قال كلمه واحده، اللي هيضرب طوبه هي طلقه، طوبه قدامها طلقه لكل واحد، كان قدامنا الحرس الجمهوري كده واقف قدامنا وقال اللي هيحدف طوبه هي طلقه، اللي هيحدف طوبه هي طلقه دي كانت يوم 11 فبراير ايام مبارك، لكن يبدو ان احنا في حاجه لمزيد من قراءه المشهد الذي حدث امام قصر الاتحاديه ليله امس. اذا هذه استراحه قصيره، نتابع بعدها الجزء الثاني من حوار القاهره من سكاي نيوز عربيه، انتظرونا بعد قليل.